السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة هنا، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج. أيضا عندكم رقم على إشارة الواتساب، تقدرون تدزونا رسائل الواتساب في حال أنه ما قدرتوا تتصلون علينا أو ما قدرتوا تحصلون أرقامنا. وعلي مشاهدينا الكرام عندكم دني أرقام الأربعة تقدرون تتصلون بها، واللي ما يقدر يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. ملفنا الأول نبدي به هو ملف مجزرة جسر الزيتون. طلعت تظاهرة ليلية بساحة حبوبي بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، طالبت هاي التظاهرة بمحاسبة الضابط في قوات الرد السريع المقدم عمر نزار اللي بسببه صارت مجزرة جسر الزيتون بالمدينة خلال التظاهرات اللي رافقتها عمليات قمع حكومية وراح ضحيتها العشرات من المتظاهرين بين قتيل وجريح. علما أنه هذا الضابط عمر نزار متهم بارتكاب عمليات قتل ونهب بان العمليات العسكرية في مدينة الموصل. خلونا نتابع. وصلوها الحجاية حنا الناصرية موش وداية تخلص من عمر وانتقل هدايا الجميل الشمري وصلوها الحجاية حنا الناصرية موش وداية تخلص من عمر وانتقل هدايا تخلص من عمر وانتقل هدايا نيرة منه وتبكى لحد الولاية نيرة تخلص من عمر وانتقل هدايا نيرة منه وتبطل حد الولاية هان عدمك والله العدمك هان عدمك والله العدمك مقطع ثاني من الناصرية يبين لنا المتظاهرين اللي دا يتوجهون باتجاه جسر الزيتون واللي جمهروا على ذلك المكان اللي صارت به المجزرة، المكان اللي ارتكبت به القوات الحكومية مجزرة جسر الزيتون. وأكدوا المتظاهرين إصرارهم على أخذ حق الشهداء والاقتصاص من القتلة ومنفذين المجزرة. الجماعه التي سارت على جسر الزيتون وازقه الناصريه خلال المطالبه بحقوق ابناء الشعب هي مسؤوليتنا التي لن نتخلى عنها ابدا، ولن يهدا لنا بال الا بالثار لاخواننا الشهداء. فاننا نوجه دعوتنا الى القرار العادل باحقاق الحق بمحاكمه المجرم عمر نزار المتهم بقتل المتظاهرين السلميين في مجزره جسر الزيتون. مجزرة جسر الزيتون وغيرها من القضايا اللي بسببها وهواية من الأمور اللي صار بها إفلات من العقاب. اليوم المتظاهرين إذا حاولون يقتصون من عمر نزار مثلا، وأيضا اللي علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، اخترنا لكم تعليقات من منصة فيسبوك حول هاي القضية. نتابع التعليقات. عندنا أول تعليق ويانا من أبو كميل العراقي يقول بدمائهم سينتصر الشعب حتما. وأيضا ثائر حسين يقول الرحمة والمغفرة والخلود لشهداء الثورة. وسيف علي يقول الرحمة والخلود لشهداء تشرين جميعا والخزي والعار لكل من ساوم وباع دمائهم. أما وسام الطائي يقول نعم لمحاكمة كل مجرم قاتل وفق القانون. إذا مشاهدينا الكرام كانت هذه التعليقات الأربعة حول ملفنا الأول اللي تكلمنا به عن عمر نزار أو عن مجزرة الزيتون أو عن قضية الإفلات من العقاب. اليوم
ثوار الناصرية المتظاهرين والناشطين في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار تجمهروا في ساحة حبوبي وسووا تظاهرة طالبوا بها الاقتصاص من عمر نزار، أيضا توجهوا إلى جسر الزيتون وتواجدوا على جسر الزيتون المكان اللي صارت به المجزرة أبان ثورة تشرين. ننتقل من المجازر والإفلات من العقاب، راح نروح إلى قضية أخرى مستمرة بالعراق هي قضية استهداف الناشطين. استهداف الناشطين والمتظاهرين بالعراق من قبل الميليشيات التابعة للأحزاب الحاكمة. هاي الأحزاب التابعة الميليشيات التابعة للأحزاب وأكو قوات حكومية وياها هي قضية مستمرة. ما انتهت اليوم ولا قبل كم يوم ولا قبلها أيضا من يوم ثورة تشرين لحد هاي القضية قضية استهداف المتظاهرين قضية استهداف الناشطين المدنيين مستمرة. اليوم عندنا فيديو لكاميرا مراقبة توثق لنا لحظة اقتحام ميليشيا الحشد منزل المتظاهر كرار لؤي واعتقال أخوه بالعاصمة العراقية بغداد على يد الميليشيات. كاميرا مراقبة من سطح أحد المنازل تبين لكم حالة الاقتحام اللي راح تصير بعد شوية. مثل ما تشوفون بالصورة أكو أشخاص بيظهرون بالصورة هاي الكاميرا وأكو ناس تركض مهزومة أكو ناس تروح ركبوا سياراتهم الدفع الرباعي وطلعوا. هنا تبين لكم الصورة الأخيرة اعتقالهم لشخص، وهذه الصور اللي موجودة اليوم هي من بيت المتظاهر أو الناشط كرار لؤي. إذا مشاهدينا الكرام هذا الفيديو اللي شفتوه قبل شوية هو اقتحام منزل المتظاهر أو الناشط كرار لؤي. مثل ما شفتوا بالفيديو سيارات رباعية موجودة، ناس طبت وطلعت واقتحمت هذا المنزل، وبآخر الفيديو قايدينهم واحد اعتقلوا واحد وطلعوا. أبو عمر من بغداد حياك الله. أبو عمر حياك الله استاذ أفل. حياك الله يا غالي. وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله جميع المشاهدين. حياك الله يا غالي. حياك الله استاذ أفل. بالنسبة للموضوع الأول عن عمر نزار، هذا القاتل اللي هو اللي منضم إلى وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية اللي هم نفسهم اللي يحمون البلد ويدعون بالمقاومة، كيف إنه من جماعة المقاومة يخلون هذا الشخص بوزارة الداخلية برتبة رائد برتبة ضابط، يعني فإلى مكانة بالجيش العراقي أو بالقوات الأمنية، كيف يخلونه إنه هذا الشخص يقتل بالمتظاهرين وسرق بالموصل ودمر ما دمر وقتل ما قتل؟ فكيف على الوزارات أو الوزارة المعنية إنه تلم هيك الشخص إنه قاتل ومجرم وسارق؟ هذه لو كانت حكومة نزيهة وحكومة نظيفة وحكومة بأنه تخاف على سمعته تعب سمعته بأنه هيك أشخاص، لا يجب أن يكون المحاسبة عنه، لأن هذا الشخص يصير سمعة هاي القيادة وسمعة اللي يقولون إحنا مقاومة، كيف إنه مقاومة عندكم وهاي الناس اللي موجودة تقتل الشباب العراقيين وتسرق من أموال وناس بالموصل وكل المحافظات، كيف يكون إن الضابط يشغل مكانته ويشغل الرتبة العسكرية اللي شايلها بقتل المتظاهرين وسرقة أموال العراقيين حين دخول المناطق المقاومة الذي هم بأنه حررها؟ كيف يقولون انه يسمحون هيك شخص ان القضاة العراقي او وزارة الداخلية تروح بشخص مبحث؟ وكيف تأجل بالدعوة مالته الى الشهر السابع؟ يعني هاي جريمة ويعني سمعة الوزارة وسمعة حكومة سلطة الاحزاب تسيء من نظرته وتسيء وتقلل من هيبتها، لأن هذول الناس قتلة من مثل تقولون احنا ناس مقاومة وناس انه دافع عن العرض ودافع عن الشرف، هذا الشخص عنده مطلوب وقتل. فيا حكومة الأحزاب ويا حكومة الكاظم يجب أن يحاسب هذا الشخص لأنه أدى بأرواح الناس الأبرياء في ساحات التظاهر. نعم. اللي قام بها هذا الشخص هو وجمهورته من نذيول إيران. فيجب أن يكون محاسبة أمام الشعب العراقي لأنه هذا يشكل على الشعب العراقي بشكل خطير، يعني للوزارات اللي موجودة عندنا وزارة الداخلية. هذه لازم سمعتها تكون نظيفة.
فاحنا للاسف هاي كل اللي عندنا الناس قتله، هم يحبون هيك ناس قتله، يحبون ناس يقتلون بالمدنيين، يحبون ناس يسرقون، فاحنا للاسف وزاراتنا كلها فاشله وكلها ناس سراق وناس قتله، فما ممكن انه هيك ناس انه نخليهم، فدوره تشرين ان شاء الله قادمه لهم تغيير هاي الحكومه وتغيير هاي نعم. شكرا 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 لك ابو عمر. محمد من امريكا، حياك الله يا محمد. الو السلام عليكم، حي قناه البطله. حياك الله اخوي العزيز. استاذ العزيز استاذ اسد، هم من 2003 يقتلون بالشعب، من جابوها للغربيه وداها للجنوب، كيف لك الله؟ هذا كله مخطط ايراني. هذا وزاره الداخليه طابق السابع، كيف لك محمد؟ الذي حرس الثوري الايراني، هم مسيطرين على الداخليه والدفاع نفس الشيء، هم يجي يحكمون العراق، هم هاي الميليشيات مالتهم حشاك الوسخ القذره، الحشد وغير الحشد، هذا اللي طلع الناشط بالملعب، ايران برا برا، خطيه جايين عليه متهجمين عليه، مهددين بالقتل، عم هو هذا ومقتدى هذا المنغولي هو سوى بالشعب، عم سووا بالشعب، كفيلك محمد كله صالحين ايران يشتغلون، كفيلك الله، وانا دمي دم اخوتي دم اهلي كفيلك الله اخذ من مقتدى المغول والله العظيم لا حرقه بكيسه منزل الانبياء. شكرا 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 لك اخ محمد. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم يا استاذي. في حالتين الاولا وثانيا. نعم. اولا حصر السلاح للدوله، حصر السلاح للدوله يا استاذي، وكذلك ايضا يجب محاسبه ومعاقبه المتاجر والمروج للمخدرات لانهم سبب المصايب اللي هو انتشار السلاح بين الافراد والناس والمتعاطين للمخدرات نعم. الجمهور ان يعبر الراي المباح والتعبير نعم، ونحن نتساءل بديمقراطيه واريحيه وشفافيه مباحه يا استاذي القناة. شكرا 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 لك اخ سعد. من اقتحام البيوت الى الاختطاف، راح نلقى قضية اختطاف ابن الناشط فاخر مولود، ابن الناشط في تظاهرات ثورة تشرين فاخر مولود المعروف بأبو حلاوة، احد المتظاهرين في ساحة التحرير اللي تم خطفه قبل ايام، واكد الناشط أبو حلاوة انه تم الاتصال به من قبل الخاطفين وطلبوا منه فدية والا راح يقتلون ابنه، وعليه وجه الناشط فاخر مولود هاي الرسالة لمناشدة كل الشرفاء حتى يوقفون وياه وينقذون ابنه. خلونا نتابع. هواي ناس من بدأت الثورة لحد الآن وصلاء كرماء حبوا أن يقدموا لي مساعدة أو خدمة، فشنت دائما أشكرهم وأسألهم الدعاء. العراق 41 مليون نسمة، أنا اليوم محتاج وقفة 40 ألف عراقي ولو بدولار، لأني أمر في ظرف في غاية الصعوبة. ساعدت بقدر ما أستطيع أن ساعدت، وما قصرت ويا أي أحد بأبسط الجهود. اليوم أريد وقفة كل عراقي شريف وياي. راح أواجه الآن تسقيط وتخوين إلى آخره، ولكن أقسم بهذا القرآن الكريم، أقسم بهذا القرآن الكريم، أقسم بهذا القرآن الكريم، أقسم بالله العظيم، خلال شهر واحد إذا ما أنطيت 40 ألف دولار مقابل حياة ابني راح ينقتل. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هاي رسالة الناشط المدني فاخر مولود في تظاهرات ثورة تشرين في ساحة التحرير اللي طالب بها مساعدة الوقوف في إنقاذ ابنه من القتل لأن الخاطفين طلبوا من عنده فدية. عندنا حازم من بابل، حياك الله يا حازم. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي أولئك الإرهابيين، أولئك القتلة، أولئك الخارجين على القانون، ولكن الدماء اللي سقطت في جسر الزيتون لم تنتهي، وإن شاء الله ست من رؤوس القتلة وعلى رأسها ميليشيات الحشد الشعبي. هذه الميليشيا الإرهابية التكفيرية
اللي هي شاركت بقمع ثورة أهل الناصرية في حينها، ولكن وعلى وجانب آخر الجيش الزناديق التي شاركت بقتل المزيد من المتظاهرين في الناصرية، لكن هذه المحافظة المباركة بسكانها بعشائرها بأبنائها يعني ستبقى بعيدة عن أولئك تلك الميليشيات الإرهابية، تلك الميليشيات الحشد الشعبي المجرم، أولئك الطغاة أفضل. أي والله جلولا، ولكن إن شاء الله هذه الدماء لم تنتهي بعد، والله لم تنتهي بعد، الله شاهد ورسوله لم تنتهي بعد. نعم جلولا. أي والله، ولكن جرائم في الموصل كذلك هم شارك فيها هذه الميليشيا الإرهابية، يعني كم من الجرائم حدثت في الموصل؟ نعم. لم تنتهي بعد، كل على أيدي هذه الميليشيا الإرهابية، هذه الميليشيا ميليشيا الزناديق. أي والله الموالية إلى إيران. وشكرا. شكرا شكرا لك أخ حازم. ننتقل من الاستهداف الناشطين بعد هالخطف راح نروح إلى التهديد. اليوم اللي صار شوفوا الحال وين وصل بالعراق. مشجعين كرة قدم تحديدا مشجعي فريق النوارس نادي الزوراء العراقي رددوا هتافات بملعب الشعب بالعاصمة العراقية بغداد ضد التدخل الإيراني بالعراق. وراها وصلت تهديدات إلى رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء أمير المالكي بسبب هاي الهتافات. أمير المالكي يقول هاي التهديدات جت من أمن الحشد حسب ما هو قال. خلونا نتابع. أنا اليوم تعرضت إلى تهديد، وهذه البيجات، هذه البيجات، هذه التهديدات، هذا واحد، هذا اثنين، هذا الاسم اللي هددني، هذا رقمه، وناشرين صورتي مع الدكتورة، وهذا العناوين اللي بحقي عنوان بيتي كامل وأسماء أطفالي وأخوتي، هذي باعوا ورقمنا على العام. يندعون هم قالوا إحنا بأمن الحشد ولد الشايب، هذه يعني موجودة بالتفاصيل، تفاصيلها كاملة، وهذا عنواني وعنوان منطقتي. فأني عراقي، إذا هتفت بالملعب مباراة الزوراء والقوة الجوية هتفت للعراق، وبغداد تبقى حرة. المباراة اللي يقصدها أمير المالكي مباراة الصقور والنوارس، هي مباراة القوى الجوية والزوراء اللي صارت بها حادثة ذكرناها ببرنامج صوتكم قبل كم يوم، حادثة تكسير مشجعين نادي القوى الجوية لملعب الشعب بعد خسارتهم أمام نادي الزوراء. واليوم أكو تهديد إلى أمير المالكي رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء بسبب الهتافات اللي هتفوها المشجعين ضد التدخلات الإيرانية في العراق. هاي المواضيع الثلاثة في ملفنا الثاني. رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تركوها وعلقوا عليها. عندنا أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك من صفاء ماجد. هو رئيس الوزراء زرقوه صاروخين وكل شيء ما سوى، تطلب منه يحميك. وحسام آل خزرج يقول والله مع الأسف حتى كرة القدم ما خلصت من التهديدات ويريدون بطولة الخليج على أرض الوطن. وأيضا قاسم عباس يقول والنعم منكم عليك زود وعلي، لو عندهم غيرة على وطنهم يفتخرون بيك مو يهددوك. وأيضا أنور الخفاج يقول يا أخي خلي أنا أشيدك رياضية لا تدخلها بالسياسة، وأنت تعرف ماكو دولة. إذا مشاهدينا الكرام ملفنا الأول تكلمنا به عن مجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار تحديدا مدينة الناصرية، والمطالبة من المتظاهرين بمحاسبة المقدم عمر نزار. وأيضا ملفنا الثاني اللي تكلمنا به بثلاث قضايا. القضية الأولى اللي هي مداهمة المنازل واعتقال شخص مكان شخص، يعني داهمة منزل متظاهر ما لقاوا اعتقلوا أخوه طلعوا. قضية ثانية اختطاف ابن أحد الناشطين ومطالبته بفدية وإلا القتل. والقضية الثالثة رئيس رابطة مشجعي نادي عراقي هتفوا المشجعين ضد التدخلات الإيرانية، حالهم حال ثوار تشرين اللي هتفوا ضد إيران، كل العراق من شمال إلى جنوب بدأ يهتف هاي الهتافات. اليوم هددوه بالقتل لأنه ولده أو عفوا النادي المشجعين مات بمباراة شجعوا ضد إيران. عبد الرزاق من باب الحياك، الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام.
حياك الله استاذ اسد. هلا بك يا الغالي. استاذ اسد، بالنسبه لل عمر نجار وتطاوله على المتظاهرين سواء التشريين، هذا الانسان يعني هو ضحيه احزاب، هو اذا يكون يعني رئيس السلطه هو يعني مثل ما تقول هو اللي مطي الامر، فهو هذا أداة يعني عمر نزار وغيره، هذول أداة يعني هذول تجيهم اوامر وينفذون، بس انت تقول اللي يبيد السلطه ويتجاوز على ابناء شعبه، هاي هنا هو التحقيق الكروية، هذا الراس الكبير، اما هذول ادوات ينفذون الاوامر اللي تجيهم، لكن مع كل هذا ذاك اذا احنا عندنا قانون المفروض يقتص من هذا الشخص، واللي الجهه اللي دفعت هذا لقتل العراقيين، لانه الدم العراقي استاذ اسد دم طاهر، يعني سواء تشرين او غيرهم اللي يطالبون بالحريه واللي يطالبون بتحرير بلدهم، يعني هذه من الجرائم يعني اعتبرها الجرائم الكبرى بحق الدم العراقي اللي يسفك يعني لا شيء، سواء المطالبه بحقوقهم وتحريرهم من الاحتلال الفارسي والاحتلال الامريكي اللي تسلط على العراق عن طريق الذيول والاعوان اللي موجوده داخل البلد. احنا نعاني يا دكتور استاذ اسد، نعاني معاناه حقيقيه لانهم من الاتباع اللي موجودين بالداخل. احنا اليوم المواطن العراقي مو حر برايه ولا حر بقراره، لانه الادوات اللي موجوده داخل العراق، الادوات العميل للخارج، هذه اكثر خطوره من الدول المحتله. فهذا هذا يعني انا اللي جاي اقول لك، يعني بالنسبه للادوات مثل عمر وغيره، هذول يعني صح هم قتله ومجرمين، لكنه الراس الكبير هو اللي يملك القرار. تحياتي لك استاذ. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. عبد الله من ليبيا حياك الله. انقطع الاتصال ويا الاخ عبد الله من ليبيا، اتمنى يرجع لنا ونستانس براي عربي في برنامجنا. ارقام البرنامج تشوفوها اسفل الشاشه، تقدرون تتصلون بها، رقمين من الداخل رقمين من الخارج. بالنسبه الى الداخل الاخوه العراقيين من شمال العراق الى جنوبه يقدرون يتصلون بالبرنامج، بالنسبه الى الخارج العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر وايضا اشقائنا العرب من الخليج العربي حتى المحيط يقدرون يتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج. فيا عبد الله اتمنى ترجع لنا مره ثانيه ونستانس برأيك في برنامج صوتكم. مشاهدينا الكرام، ملفنا الثالث هو حكينا عليه بصوتكم كل شوية، قضية أزمة الوقود بالعراق. قضية أزمة الوقود مستمرة، واليوم مواطنين يوثقون بالفيديو ازدحام السيارات والسير الطويل بأبواب المحطات اللي احنا نسميها البنزينخانة من أجل التزود بالوقود اللازم مع انعدام المشتقات النفطية بمعظم المحطات. هذا الفيديو راح يوضح لنا امتداد السير الطويل أمام إحدى المحطات بمحافظة ديالى اللي تشهد أزمة خانقة في شحن الوقود ولمدة شهر تقريبا، والحلو أنه ماكو أي بوادر حلول للأزمة من قبل الحكومة. هذا هو الفيديو ويانا. هذا الازدحام قبل شوية الساعة 12 تقريبا على محطة عشنونة، اليوم 22/6 عشرات السيارات مئات السيارات من الصبح لحد الآن على نفس المستوى، على نفس المستوى، والمحطات الأهلية طبعا كلها مغلقة لأن هي حصتها كل 10 أيام مرة واحدة، وهاي المرة واحدة بنفس اليوم تخلص. نطلع من ديالى نروح للشمال، هذا مو أول فيديو يطلع من محافظة نينوى، لا هاي أكثر من فيديو طلعناه بقضية أزمة الوقود. المحافظة همدة تعاني من قلة بالمشتقات النفطية، الأهالي هناك أكدوا استمرار الأزمة رغم الادعاءات الحكومية بأنه الأزمة انحلت. طبعا اللي دا يصير أنه سائقي السيارات في محافظة نينوى دا يوقفون بطوابير طويلة أمام المحطات ودا يباتون يوم ويومين أو أكثر على أمل الحصول على الوقود اللازم باليوم الثاني. هذا الشيء يتبين لنا بالصورة اللي راح تظهر بآخر هذا الفيديو، خلونا نتابع. على فيديو قبل شوية شفناه في أحد البيجات اللي احنا نسميها أخذت شكم فلس على مود تسوي تقرير، قالت إنه أزمة البنزين بالموصل انحلت وماكو شيء،
هاي شوف عينكم البنزينخانة الوحيدة اللي هي موجودة حاليا وعتوزع ماكو بنزين وشلت ما عتوزع بنزين. اشو واقفين اخويا؟ هذا وعزلت بالله؟ والله ضل خمسة الطية يعني هسه ذولا بجنة وبنار ما يعرفون لا يقدرون يطلعون من بيت ولا يقدرون يفولون يعني شنو لين خلص البنزين. شوفوا يا جماعة الخير هذه الباب مال البنزينخانة هسه حاليا ساعة شقد ساعة 12:15 البنزينخانة عزلت وشلت بنزين والعالم هاي واقفة اليوم ماكو بنزين. الصورة اللي تلاحظوها هنا تبين لكم شخص اللي محطوط عليه السهم نايم على صندوق سيارته وينتظر انه يجي البنزين او يجي السرعة او يمشي السرعة حتى يحصل البنزين. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هاي القضية قضية أزمة الوقود بالعراق وأخذنا لكم هاي التعليقات من منصة فيسبوك حسام يقول لا عاد ايش عبالكم زيادة الانتاج للنفط وعدم التخطيط هاي نتائجه المستفاد الوحيد هم الأحزاب والسياسة. ومحمد عبد الزهرة يقول كل هذا حتى يصعدون سعره لا أقل ولا أكثر. وزيد الأسد يقول الصوج بلد بحكومتين رسمية وواحدة تشتغل ضد الثانية وواحدة تخاف من الثانية وكل حكومة بها 50 حكومة داخلية والشعب هو الضحية. أما محمد زهير الفهاد يقول عفية حكومة ما تقدر تسيطر على التهريب صار شهور وإحنا بهاي الحالة والله عيب عليكم. إذا مشاهدينا الكرام كانت ملفاتنا الثلاثة نعيدها من جديد. ملفنا الأول اللي تكلمنا به عن قضية مجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار ومطالبة المتظاهرين في الناصرية تحديدا بساعة حبوبي بمحاسبة المقدم عمر نزار. ملفنا الثاني أخذنا به قضية استهداف منازل الناشطين واعتقال أخوانهم أو أهلهم وأيضا اختطاف أو ابن الناشط فاخر مولود ومطالبته بفدية وإلا يقتلون ابنه وتهديد أمير المالكي رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء بسبب هتافات صارت بلعبة القوى الجوية والزوراء بملعب الشعب ضد إيران من مشجعي نادي الزوراء. ملفنا الثالث أزمة الوقود اللي يعاني منها البلد بلد منه العراق اللي يتربع على بحر من النفط اللي باحتياطي كبير جدا بلد اللي من المفترض آخر بلد يعاني من هاي الأزمة هو يعاني من أدهف على إيران. فيديو الأخ اللي راح نتكلم عليه يضحك يبكي شتريدون تقولون قولوا هو فيديو مضحك ومبكي اللي دا يصير بنهر دجلة دجلة الخير انخفاض مناسيب المياه بيه بسبب قطع المياه والسدود من دول الجوار. صار اللي بنهر دجلة اليوم انه شباب من بغداد خلوا شبكة وقاموا يلعبون كرة طائرة بنص نهر دجلة بجهة منطقة القريعات بقضاء العظمية شمال العاصمة العراقية بغداد. ملحوكم العالم قاعد تلعب طائرة بنص الموي نص الشط ما هو اللي بعيد. لاحظ عزيزي المشاهد أنا عيني نهر دجلة صاخبي الحلقة الأخيرة مزورجين وقعد الشبشة وقعد عينك من مكان دخيل الله وقلنا لك ملحك الحبيبي القريعات. أنا ساكن كنت بصليخ بصفحة اللي رايح ماكل سمك من البلام يندلها مستوى المي اللي شايفه هناك نفس هذا المستوى. بس هاي راح أقول لكم هنا النهر المفروض لهنا وشوف المستوى لوين واصل. المهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تركوا هذا الموضوع ناس قامت تلعب كرات طائرة بنص الشط. عندنا صديقة رجب تقول دائما تبرر وزارة الموارد المائية الأسباب لصالح من قطع الماء عن العراق الجميع يعرف السبب. وأيضا سفيان محمد عباس يقول يا أخوي هو الشط يمنى كان يغرق زلم ذاك اليوم جهالت تمشى بي. ومرح التميمي تقول هذا بفضل حكوماتنا المتعاقبة والفاشلة وديول دول الجوار اللي باعوا الأرض حسبي الله ونعم الوكيل. وأيضا مهدي الساحي يقول قرت عينكم أهم شيء تجار راسكم بخير والحكومة العفنة توزع الكراسي للحجي وسماحته ومولاي وفضيلته. إذا مشاهدينا الكرام ملفاتنا أربعة اللي تناولناها اليوم راح أعيدها بسرعة. مجزرة جسر الزيتون ومطالبة الثوار الناصرية بمعاقبة أو محاسبة المقدم عمر نزار. القضية الثانية أخذنا بها ثلاث فيديوهات اللي هي مداهمة منزل ناشط واعتقال أخوه
وأيضا اختطاف ابن ناشط ومطالبته فيديو وإلا قتل ابنه، وأيضا تهديد رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء بسبب هتافات في مباراة عراقية بين ناديين عراقيين مشجعين أحد النوادي اللي هو نادي الزوراء هتفوا ضد إيران، هددوا رئيس الرابطة بالقتل. أيضا الملف الثالث هو أزمة الوقود بالعراق اللي تعاني من أداء، فيديوين في ديالة والموصل، وبينا بالفيديو الثاني الناس بايتة على سياراتها أو على صناديق سياراتها أو بالشارع دا تنتظر السرعة حتى تأخذ بنزين. والفيديو الرابع اللي بتشي فعليا اللي هو العراق اللي بنهرين واللي كان يتمتع بمي، ما نتخيل في يوم من الأيام أن العراق تصير بأزمة مياه. اليوم ناصبين شبكة بنص الشط بمنطقة القريعات ودا يلعبون كرة طائرة. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفن. عليكم السلام ورحمة الله الكريمة. ما أعرف بأي موضوع حتى يعني استمعنا التقرير مالك، بس ما أعرف بأي موضوع راح تحكي. أين هذن مواضيعنا الأربعة؟ تريد أي واحد يتعلق عليه تفضل أخوي. يعني بالنسبة هي الملفات الفساد يعني هواي واحد يصير الشحكي على هاي الحكومة اللي صارهم 19 سنة ما شفنا من عندهم غير القتل والتهجير والمغيبين، ملف المغيبين، وهاي الأنهر نهر دجلة والفرات نزلت منسوبها والبحيرات اللي جفت، ما عندهم أي إنجاز يذكر حتى ندافع عنهم. أو أي مواطن عراقي شريف وطني يطلع يتصل ويذكرنا لو فد إنجاز واحد لهم. كل المجالات فاشلين، بس نجحهم بإنجازات عندهم القتل والتهريب والمخدرات وسرق المال العام. هاي النفط اللي جاي يسرقونه، وشوف هسه الأزمة الموجودة بالسوق العراقي وبالشارع العراقي، أزمة البنزين. يعني احنا بلد نفطي وعندنا مصفى الدورة، وكان عندنا مصفى بيجي اللي فرهدوه هم العصائب والحشد، وعندنا يعني نقدر احنا نسد هاي الأزمة، لكن هم اللي مسيطرين على دفة الحكومة وعلى السلطة والسلاح الممتلئ، ما يسمحون ان العراقي يترحى على وقته ويعيش بنعيم بهاي الخيرات الموجودة. يعني شفناهم صمتم امام ايران وبنقطعة والروافد والانهر وجفة البحيرات وجفة الاهوار وكل رزق الناس على المياه. يعني الحياة بالعراق هي عبارة عن المي والخضار، كلها وقفوها. هاي البساتين جرفوها في سبيل الأراضي مالتها يسووها مجمعات سكنية، المن هاي المجمعات ما تعرف بيش المجمعات، ملايين الدنانير الفقير ما يقدر يشتريها. زين شلون شلتوا هاي المناطق الزراعية اللي هي محيطة في بغداد التاجي والدورة وبغداد الجديدة فوقها وغيرها، كلها تم إزالة هاي البساتين والزرع وغيرها في سبيل يستحوذون على المال العام. ومنهم هم حزب الدعوة وبدر والعصائب والصدريين، هم ذول اللي بيدهم السلاح المنفلت، وهم ذول اللي يقتلون، وهم اللي يهجرون، وهم دخلوا المخدرات للعراق، وهم اللي يهربوها. يعني هسه احنا يصير صهاريج النفط تهرب الى سوريا والى لبنان والى الاقليم والى ايران، ويطلعون بنزين من عندنا تهريب بغير مكانات في سبيل يبيعونه، واحنا احمل النفط نعاني، المحطات تعاني، ماكو رقابه عليه، ما عندنا رقابه بوزاره النفط ومفتشيه تتابع هذا الصهريج من يستلم المصفى. لازم يروح للمحطه، لازم يباع الى المواطن في سبيل يحلون ازمه الكهرباء، ازمه التعيين، ازمه الناشطين السياسيين ابناء الجنوب اللي قتلهم اكثر من 1000 شهيد من الثوره وجرحى اكثر من 30,000. وين دماهم؟ من يحاسبهم؟ وين المرجعية الصماء في النجف؟ وين مقتدى الصدر اللي هو كان يقتل بالمتظاهرين وقبعات زرق وبالتواتي وسكاكين ويخطف وبعدين يصير الكتلة الأكبر والآن انسحب في سبيل يطل المجال للتنسيقية وللإطار؟ هم يشكلون الحكومة. يعني عبال الناس أزواج، عبال الناس غشمة، من يجي ينسحب بهاي الفترة اللي هو جاء مصلح ويعطي المجال المن النور المالكي والشله التعبانه مال الولايين، هم راح يشكلون الحكومه ويستولون على رئاسه الوزراء. هذا حلم لهم، لكن مقتدى الصدر بيشبعها، ايش كم مليار دولار استلم في سبيل يرضي الرعيان اللي عنده اللي هم عددهم 73 نائب. زين هذول اكو قاعده جماهيريه لهم صدرين بتخبوكم، شلون تضحون باصواتهم تسمحون ان مقتدى الصدر يرجع على قبعات الزرق وعلى التواتي وعلى الشخاطه وعلى البطه ورا السده؟ ما عنده غير انجاز مقتدى الصدر.
اكثر من قتل من ابناء السنه هو مقتدى الصدر، اكثر الفصائل الميليشيات اللي منطويه تحت رايه الحشد هي خرجت من تحت عباءه ولحيه مقتدى الصدر. مقتدى الصدر مو رجل دين، مقتدى الصدر مجرم قاتل سفاح، اكثر واحد اكثر من المالكي المتهم ببيعه للمحافظات السنيه وحادثه سبايكر. مقتدى الصدر بالطائفيه كتل الاف مؤلفه من ابناء السنه على الهويه، ولن ننسى احنا الجثث المجهوله الهويه اللي كان مقتدى وقيس الخزعلي وابو درع وابو عزرائيل كلها وراهم، يعني صعدم على دماء الابرياء، والان هم هذول سبع اشهر وشويه حكومه ما من شكل. الميزانيه مال هاي السنه وين راحت؟ ما سويتوا مشاريع بيها ولا قررت الميزانيه في سبيل تروح للمحافظات ويبنون، وشفنا احنا كلها بصفحه الا المحافظات الجنوبيه هي ام الخير، كلها المحافظات الجنوبيه تعاني تعاني الامرين، صارت بين مسندتين، مسندت مقتدى ومسندت هيئه الحشد اللي يقولون عليها مقدس، اي قداسه هاي؟ وهم كلهم ناس ميليشيات قتله رعيان كل شيء ما يفتهمون لا بالدين ولا بالسياسه. نعم شكرا لك اخ صباح. مشاهدينا الكرام عندنا فقره دائما مبينكم اياها، شريط اكو جوا مال اخباري تقدرون تتابعوه، باخر الشريط اكو رقم او نافذه وجدتها قناه الرافدين، هي نافذه انت ترى حتى ننشر لكم اللي انتم تصوروه وتوثقوه على شاشه التلفزيون. اليوم اهالي قضاء المسيب شمالي محافظه بابل وثقوا لنا شغله على نافذه انت ترى، ودزوا لنا رساله على نافذه انت ترى اللي طالبوه اهالي قضاء المسيب، يقولون احنا ظاهرنا اليوم وقطعنا طريق الرابط بين بابل وكربلاء احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وانه الكهرباء دا تجينا ساعتين فقط وبشكل متذبذب بظل ارتفاع كبير لدرجات الحراره. واكد لهم مدير توزيع الكهرباء في المسيب انه الامر مو بيده واكو اوامر لقطع الكهرباء على الرغم من وجود اكبر محطتين لتوزيع الطاقه الكهربائيه او التيار الكهربائي بالمسيب. قالوا المتظاهرين قمنا بتسليم مطالبنا الى مدير شرطه المسيب، هو اولا وعفوا هي اولا المطالب اعطانا الكهرباء ساعتين بساعتين اسوه بباقي المناطق، والمطلب الاخر هو الغاء قرار اعفاء مدير كهرباء المسيب، ورجوا برنامج صوتكم ان ينقل معاناتهم، واحنا استجابينا لهم لمعاناتهم وننقل لكم. اليوم بهاي درجه الحراره اللي ما يقارب 55 احنا اليوم، يعني تشوف النار جحيم القاع قاعد تصير نار، يعني قطعنا الشارع لمده ساعه ساعتين بس من وراء القوات الامنيه، قلنا لهم عمي خطيه العالم شنو ذنب من ذولا بهالحر واقفين هسه ومتحملين الظلم، احنا اليوم طالعين من اجل الكهرباء، احنا كل شيء ما رايدين اخي. اليوم الكهرباء ساعتين، هي ساعتين قاعد تجي، اليوم الكهرباء ساعتين هاي اللي قاعد تجي تطفي 20 مره، تطفي تجي ربع ساعه طفت لها مره، طفت 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 وكل شيء ما اشوف. زين الى متى هذا الوضع مال الكهرباء؟ الى متى هاي العالم شنو ذنبه؟ ودا نشوف احنا هسه هاي العالم اللي قاعد نعبره احتراما للشيبه، احترام للصغير، احترام للمريض، وهذا شوف احنا قاطعين الشارع والعالم دا نعبره من وراء الحر اللي دا يصير عم درجه الحراره 55. يعني اليوم المواطن كل شيء ما طالب منك يا وزير الكهرباء، محافظه بابل، قضاء المسيب، بالاضافه الى احنا اليوم هاي المحطه الانتاجيه 1400 ميجا تنتج كهرباء، وما تعرف تعطينا كهرباء القضاء المسيب؟ ما يقارب ال 50 حالة سرطانية موجودة عندنا، إلى متى؟ من وراء هذا الأمراض وكل كهرباء ماكو. هذه رسالة أهالي قضاء المسيب حول انقطاع التيار الكهربائي، ويقول لك احنا قطعنا الشارع بس احنا من عندنا انقهرنا على العالم بسبب درجة الحرارة وطلعناهم. يعني هو مو حاصل كهرباء وعايش بالظلم وبدرجة حرارة عالية، وكنا نعرف درجات حرارة ايش قد توصل بالعراق، ويقول لك احنا دا نحس بالناس، فيردون ناس تحس بيهم على الأقل. ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة بالبرنامج اللي هو الهاشتاج. الخريجين التربويين والإداريين يواصلون حراكهم على منصات التواصل على الرغم من القمع اللي يواجهوه من في التظاهرات الأخيرة من قبل القوات الأمنية، لا سيما اللي صار بمحافظة ميسان اللي طالبت بحقهم بالتعيينات، وتصدر وسم جديد اللي هو هاشتاج العقد مطلب الخريج التربوي والإداري. تصدر هذا الوسم ترند العراق في الساعات الماضية بعد تفاعل الخريجين على هذا الوسم للمطالبة بالتعيينات. إذن
الهاشتاج اليوم اللي هو العقد مطلب الخريج التربوي والإداري، اخترنا لكم بعض التغريدات من منصة تويتر. أزهار تقول: خريج تربوي وإداري يثور لمواجهة الظلام وأخذ حقوقه، نداء استغاثة لكل عراقي غيور أن يساند الخريج، هاشتاج العقد مطلب الخريج التربوي والإداري. إسراء تقول: لن نتراجع، سنأخذ حقوقنا رغم أنوف الظلام، خريج تربوي إداري ثار يطالب بحقه الدستوري بالتعيين، هاشتاج العقد مطلب الخريج التربوي والإداري. ورسل تقول: نحن لا نطالب إلا بحقوقنا بعد سنوات من الجهد والتعب وسار الليالي من أجل حصد ثمار سنوات جهدنا ومثابرتنا بالدراسة، ولكن ماذا حصلنا من هذه من هذا التعب غير الإهمال والتقصير بحقنا، ونحن أصحاب اختصاص تربوي، فبدلا من ذلك تقوم الحكومة بتجاهلنا وتسويف مطالبنا، هاشتاج العقد مطلب الخريج التربوي والإداري. وأيضا حنين ماجد تقول: نحن شريحة مظلومة لم تخرج للتظاهر بطرا، خرجت ردا على تهميش دورها في المجتمع مطالبة بحقوقها المسلوبة، أتعبتنا الوعود بلا أفعال، فإن لم تقوموا بواجبكم اتجاهنا وأصدار قرارات منصفة بحقنا سنبقى معتصمين صامدين لحين تحقيق مطالبنا، هاشتاج العقد مطلب الخريج التربوي والإداري. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي الهاشتاجات أو هاي التغريدات عفوا على هذا الهاشتاج اللي تصدر ترند العراق اليوم حول مطالب الخريجين التربويين والإداريين بإيجاد التعيينات. وأيضا مشاهدينا الكرام كانت ملفاتنا الرئيسية اليوم بالبرنامج الأربعة اللي هو محاسبة مرتكبين مجزرة جسر الزيتون في محافظة ذي قار بالناصرية، وتحديدا المقدم عمر نزار. أيضا فيديو بينا بمداهمة منزل كرار لؤي الناشط في العاصمة بغداد واعتقال أخوه. فيديو ثاني بينا باختطاف ابن فاخر مولود الناشط في تظاهرات بغداد العاصمة بغداد ومطالبته بفيديو وإلا قتل ابنه. وأيضا بينا بالتهديدات اللي وصلت إلى رئيس رابطة مشجعي نادي الزوراء أمير المالكي. الملف الثالث اللي تكلمنا به هو أزمة الوقود، فيديو تكلمنا في المحافظة في محافظة ديالى عفوا، بينا أزمة الوقود الحاصلة بالمحافظة، وانتقلنا من ديالى إلى الموصل في محافظة نينوى، بينا أزمة الوقود والناس شلون تنام بالشارع حتى تقدر تحصل البنزين. الفيديو الرابع كان يقهر يزعل يبكي اللي هو هذا، تكلمنا به عن أو أخذنا فيديو نقلنا به تصوير لنهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد، تحديدا في قضاء العظمية في منطقة القريعات. شباب ناصبين شبكة ودي يلعبون كرة طائرة بالمي بنص الشط. رحيم من قضاء المسيب ويانا، حياك الله يا رحيم. بعد يومي ليه زيز يا عم، ما قل ثانية ذولا ما عدم غيره ما عدم غيره. تفضل يا رحيم. ألو 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 عيني أسمعك رحيم، إذا أمكنت نصل لصوت التلفزيون وتسمعني من التليفون يا غالي. أجيك بعد روحي. أي يا بعد قلبي تفضل. أجي وداوت بالحسيد ما عندي هذا حتى راتب. ألو وياك أسمعك تفضل. أنا رات عندي داوت بالحسيد. أي ها مشيت بويا كتاب النخبة وقطع أوراد فيه ما خذيت مكان ما داومت فيه زيان. من بدير كتاب حزب الله الكلها زين وراد فيه قطعوه ليش يا عمي بعد روح ليش يجي ما عندها يعني أنا صاحب عيال ولا حتى بيت ما عندي. نعم بعد روح حبيبي زين ليش قطعوه ما قالوا لك؟ ما تقول أنت ما خذ سلفة. هاي سلفة مسددها والله العظيم سددها والله مسددها سلفة يا بعد هاي ما كان يشوفون الوزير كان صاحب اطفال والله يا عمي كودا. نعم هيك بعد عند صاحب اطفال والله. نعم نعم رحم الله والديك. هي والدك الرحمه. شكرا لك اخ رحيم. يعني دا تلاحظون الاخ رحيم يقول لك انا داومت وياهم بالحشد وقطعوا راتبي بسبب سلفه، ما اعرف اللي ياخذ سلفه بالعراق يقطعون راتبه حسب ما قال الاخ رحيم. هذا التساؤل بينا لكم القضايا الاربعه اللي تكلمنا عليها اليوم برنامج صوتكم. نقلنا رساله دزوها المشاهدين فيديو الى نافذه انت ترى من قضاء المسيب تحديدا حول انقطاع التيار الكهربائي اللي يقولون احنا تجينا ساعتين وبهاي الساعتين ساعتين من 24 ساعه. يا
يعني شقيت 10 اليوم اقل اقل، لان اذا نفكر 10 اليوم المفروض ساعتين و40%. المهم ونقلنا معاناتهم ومطالبتهم بإعطائهم الكهرباء ساعتين بساعتين، انه تشتغل ساعتين تطفى ساعتين اسوة بالمناطق الباقية. وناجدة وأسرة البرنامج، واحنا استجابينا لكم اخواني في واهلي في محافظة بابل وقضاء المسيب، وايضا الهاشتاج من الخريجين الاداريين والتربويين اللي يطالبون بالتعيينات على منصة تويتر اللي اصبحت ترند اليوم بالعراق، نقلنا لكم مشاهدينا الكرام. اذا كانت هي هاي القضايا اللي نقلناها لكم، لكن هي كلها قضايا محزنة، بس أكثرها يقهر هو لما تشوف نهر أنت تفتخر به وتعتبر هو رمز من رموز العراق، نهر دجلة والفرات يعتبر أحد رموز العراق اللي من يوم ما بلش العراق أو انخلق العراق موجودة بهذا النار، اليوم قاموا يلعبون بكرة الطائرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. مشاهدينا في أمان الله.